Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. حضور الكريم، مساء الخير. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد لي بوك كلوب لو ماتان. لي رونكونتر، هاد اللقاءات اللي كننظموها في اطار فعاليات ديال لو صالون دو ليفر دو رابا. الوغ في هاد اللقاء هذا عندنا الشرف اننا نستقبلوا هشام العسري، سينياست، رياليزاتور، ارتيست ملتيبل كاسكيت، لتقديم الكتاب ديالو مفعول الشيطان. بون لو ليفغ الا ايتي ديجا ايكري اون فرونسي لي في لوسيفير، وكانت الترجمه ديالو بهذا الكتاب مفعول الشيطان، والترجمه ديالها كان قام بها سي سعيد المزواري اللي غادي يقوم بالمحاوره ديال هشام العسري في هذا اللقاء. دونك كنتمنى لكم يعني واحد التتبع شيق، وكنعطي الكلمه مباشره لسي سعيد وسي هشام. شكرا سي علي، مسرور أن نكون معكم في هذا النقاش. الترجمة قمت بها شخصيا مع واحد الناقد لبناني سميتو هوفيك حابيشيان في الاندبندنت عربي وفي النهار اللبنانية، وهي تجربة جديدة بالنسبة إلي. هي ترجمة أول رواية، أول تجربة لي في الترجمة، وربما ما كنتش نقدم عليها لولا اني كنعرف مزيان الميدان والعالم ديال هشام، بحكم اني اشتغلت في النقد، بديت في النقد تقريبا في السنه اللي بدا فيها اخراج الافلام. دونك كانت عندي واحد التجربه شخصيه جدا مع الافلام ديالو، ومن الاكتشاف الاول اللي كان هو فيلم عدم شفته في اطار واحد المهرجان ديال السينما في كازا، ما نعرف حتى شي حاجه عليه. دونك كان أول لقاء لي بعالم هشام العسري هو فيلم عدم الحديد اللي اكتشفته في يعني ظروف ديال العرض السينمائي، ومن ذاك الحين يعني انبهرت واعجبت بالعالم ديالو، وبدا هذاك الكتابات على الافلام ديالو واللقاءات من اجل حوارات الافلام. دونك تعمقات العلاقه النقديه بالعالم، وفجات هذيك ان الاقتراح ديال ترجمه روايه ديالو، بالرغم من ان لو جاني اقتراح من يعني كاتب اخر كنت غادي نتردد كثير، ولكن فجأة من هشام الحكم المعرفه ديالي بالعالم ديالو يعني كان عندها دور كبير في قبول هذه التجربه، والحمد لله كانت تجربه جيده بالنسبه لي. وهذه اول روايه كتظهر بالعربيه لهشام. بالنسبه لي هذا شيء مهم، لان حتى الاختيار ديال المفعول الشيطان او لي فيليسيفير بالضبط باش يبدا ما كانش عشوائي، يعني كان مدروس جدا. وربما هذا هو السؤال الاول، علاش اختاريتي ان ترجم لي فيليسيفير كبدايه لظهور اول عمل ديالك بالعربيه؟ السلام عليكم، شكرا للحضور، شكرا للدعوه، شكرا لعلي اللي كيدير واحد المجهود كبير باش ندافعوا على الكتاب. شكرا لسعيد لانه اللي ما كيقولش هو انه تمحن باش يترجم هذا الكتاب. دونك بالنسبه ليا انا ديما تنحاول في الكتابات يكونوا جوج المدارس، سواء كنكتبوا لبعضياتنا سواء كنكتبوا باش نواجهوا العالم. انا بالنسبه ليا معروف عليا سجالي، معروف عليا قبيح شي شويه ولا اونفون جو با تيغيبل، بزاف المصطلحات كيلصقوهم ليا والوالده ما متفقاش، مهمه بزاف هذه القضيه. دونك انا بالنسبه ليا مفعول الشيطان الفكره تاعو باش ندخلوا في الحوار هو القصة تاع الملائكة تاع اليمين واليسار التي تقيد الحسنات والسيئات، واحد قديم في الحرفة وواحد كيكتب باقي يكتب باغشوما وداكشي، واحد هابط رومبلاسي واحد اخر مشى ما عرفناش علاش مشى، عنده ايباد باش يقيد السيئات. والرواية كلها هي رواية جدلية على شنا هي المكان تاع الانسان في المجتمع بطريقة ولا باخرى، واش حنا نقدروا غير نجيو نحكموا على الانسان بلا ما يكون ديك لا توندريس، يعني ديك الحنين، ما كنحنوش على بنادم، كنجيو تنطبقوا عليه القانون المسطره اكسيتيرا، واش نقدروا نخلقوا مجتمع كما كان. دونك هذه هي الفكره، وهو حوار جدلي، يعني تقريبا ما فيش بزاف
كاين غير الحوار كيتجاوبوا بعضياتهم يتوسا باسكو جو فولي كو ساسوا برسك ماشي دو تياتر قريبه من لو تياتر حيت كاين واحد الموسيقى والصعيب داكشي علاش هضرنا على الترجمه كانت واحد الموسيقى انا بالنسبه لي ملي كتبته بالفرنسيه كتبته في ايامات الكوفيد وكنت كنكتب 10 صفحات في النهار والكتاب لو تيكست كله فيه 100 صفحه يعني كتبت لو تيكست كامل في 10 ايام دونك جو بونس كو تي باسي بوكو بليس دو طون في الترجمه علاش حيت كانت عندي واحد الموسيقى يعني كنهضروا بزاف على الاسلوب كنهضروا بزاف على الافكار كنهضروا بزاف على القصص كنهضروا بزاف على المغزى والمعنى والميساج وداكشي ولكن كنساو اش بان لا ليتيراتور خاصها في القلب تاعها في لا دي ان تاعها خاصها تكون فيها موسيقى داكشي علاش الترجمه صعيبه بزاف لان بعض المرات الا جينا نترجموا سيلين العربيه شفت واحد الكتاب سيلين ترجم العربيه ولا لونغلي كنفقدوا شي حاجه كنفقدوا شي نكهه يعني بحال كنترجموا الماكله ما نقدروش نترجموها كاين واحد شي حاجه كتفقد دونك انا بالنسبه ليا هذه هي اول حاجه ثاني حاجه تنظن بان المواضيع يعني كحنا في واحد الحقبه كنعيشوا دو ديسكور لو ديسكور تاع الجامع في المجتمع المنفتح ولو ديسكور تاع روتيني اليومي ملي كندخلوا لبعضياتنا كندخلوا ديورنا يعني كيفاش كنعيشوا في واحد المجتمع ما متفقش مع راسو الى هذه الدرجه يعني كاين شي واحد في هاد جوج الوجوه متناقض ولكن ماشي تناقض خيب تناقض مرضي يعني قبلنا لا كلونديستينيتي كنديروا داكشي اللي بغاونا الناس نديروا ولكن كنتخباو باش نديروا داكشي اللي هو قريب لينا الحواس تاعنا الهواجس تاعنا حنا كنرجعوا للادميه كمبدا اساسي يعني للشخوص حنا كاشخاص ما نقدروش نديروا راسنا ملائكه هادي بزاف المرات كنسمعوا الناس وي خصك تكون كدير داكشي انا بعض المرات كنسمع وحدين كيصليو داكشي و تيقول لك الا صمتي 6 ايام من بعد رمضان كيدوب لك الحسنات كنوليو بحال حتى نلعبوا كنقمروا مونوبولي دونك كاين شي ناس كيفكروا في الدين بحال هكا وانا كتجيني غرائبيه بزاف لان انا ما كنساو لا بارتي ميستيك يعني الروحانيات يعني حنا ترجعوا الروح اشنا هو المعنى الحقيقي تاع الروح اش كتعني واش ضروري نطبقوا القواعد ولا نكونوا حرين ونحترموا الاخر الى درجه بان هذوك القواعد ما كنحتاجوش نطبقوهم كيخرجوا منا بالاحترام بالانسانيه بالانتيليجونس بلا دوسور حيت غير كنحلوا عينينا كنشوفوا الكون كيفاش مبني يعني كنصيبوا مكانه احسن مكانه في العالم كتصيبها كدوز 100 عام كتخسر لا سويس ولا اي احسن مكان علاش كما كنشوفوش بان الكون حتى هو مكانه صافي ملايين ملايير السنين هو خدام وما خسراتش يعني الوغ كي ليون اكسبونسيون لو بيغ بانغ راه مازال كيكبر ومازال ما رجعناش دونك انا بالنسبه لي حاولت نترجمها يعني الفكره تاعي من الاصل نترجموها للعربيه لانني بغيت نواجه الجمهور العربي يعني بهاد سميتو ماشي ضروري الافكار غتعجبهم حيت انا بالنسبه لي ما خصناش نفكروا في الفن ك pour la plaisance يعني كنبغيو نعجبوا الناس انت في الافلام تاعي هذه معروفه عليا كندير افلام كيطنطنوا شي شويه تيوا بنادم خصو يساكروش تيوا سي ان فواياج كي ديفيسيل انا بالنسبه لي لو تيكست خصو يكون يواجه البديهيات كاين بعض المرات شي ناس كيمشي مع البديهي كيحس كبر معاهم وما عمره ما تيسائل شي حوايج اللي هما كتخدم غير شويه عقلك 5% من عقلك كيبان لك هادشي راه فتناه بزاف وتيرجعنا شويه للور ابري غادي ندخلوا في السياسه انا جيتي توجور في صراع مع البي جي دي فرونتال يعني كانوا كيجبدوني وكنت كنجبدهم وتشادين بحال هكا وما بلاك ليستي وخلقوا لي بزاف المشاكل مي حيت كنقول بانني ما متفقش على اننا الديماغوجيا غترجعنا 20 عام للور الوغ كو حنا محتاجين افونسي باش نجروا الناس اللي معطلين ماشي باش نرجعوا للور ونستاغنيو توسا اللي طرا يعني ملي كنجيو تنهضروا على الفن توسا كتلقى شي حوايج اللي باليدين ولاو كيطبقوا كقانون لانهم تفرضوا وما كاينش الناس اللي غادي يقولوا لهم لا حيت حنا بعض المرات كتحس باننا في مجتمع بعض المرات تحب الرابحه تيوا غيمشيو مع القوي دونك الفكره فوالا هذه عموما سمحوا لي هضرت بزاف عموما هذا هو الفكره الروايه فيها واحد الوحده ديال الزمان يعني الاحداث كتجري تقريبا في 12 ساعه وحده مكان غولاتي يعني بيضاء ولكن فيها زخم يعني وسط هاد 12 ساعه اشياء تحدث وهذا ولكن انا وجدت صعوبه نكتب تقديم اني القلب المدخل في الروايات اللي كيكون فيها واحد الغينه خم كيكون صعيب ولكن ربما هو واحد الجمله اللي جات في الروايه هو انك قلتي جو بونس قالها
قال أن الأمي اليوم هو من لا يعرف. هذه رواية تتلخص جملة تلخص بزاف. الو سي بيان دونك واش هذه الجمله بالنسبه لك يعني تمثل روايه نوعا ما، انك تقول ان الام اليوم هو من لا يعرف كيف يقرا بين السطور، وهذه الاشياء كتلمس يعني تصورنا للدين، تصورنا للاخر، الفكره اللي عندنا على المختلف، يعني مجموعه من الاختلالات اللي عندنا في المجتمع ديالنا جايه من اننا يعني نحكم على المظاهر نوعا ما، وما كنعرفوش نتجاوزوا هذه المظاهر نحو العمق. وي الامي هو اللي ما تيعرفش يقرا بين السطور. زوينه. دونك اون فيت لا، الفكره بالنسبه ليا هو سيتين بروفوكاسيون. هذه الجمله هذه تقالت بحال هكا بهذا لا فيولونس بهذا العنف، فيها لا بروفوكاسيون، ولكن لا بروفوكاسيون زعما اللي كتفيق، زعما اون بروفوك با بور باش نضرو، باش واحد يفيق شي شويه بور رياجير، يعني فيه رياجير. انا تنظن بان الهدف الاول تاع لا كرياسيون كيما كان السينما ولا الاداب ولا الموسيقى هو فيه رياجير. دون لا رياكسيون كاينه اون ايموسيون، تقدر تكون زوينه، تقدر تكون خايبه، تقدر رفض قبول، تقدر تمجيد ولا شي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بالنسبه ليا، حنا كنعيشوا في واحد الحقبه تاع التسطيح، وهذا التسطيح هذا كتجي كتشوفه كتلقاه في انستغرام، يعني كل شيء عايش واحد الحياه متخيله في باله، وبعض المرات كيتيقها، بعض المرات كنرجعوا لديك السطحيات اللي بعض المرات معيقه بزاف، يعني بنادم يسو في مال كيضروا راسهم. كنحسوا كنعرفوا بان بزاف تاع الناس في لي ريزو سوسيو كيضروا راسهم غير باش يبانوا في واحد الصوره كتكبر بهم، يعني كنفهموا بانه جايه من نقص، من عقده نقص، من مشاكل بزاف الحوايج، وبينات بزاف تاع المشاكل هنا. الحاجه الثالثه اللي بالنسبه لي مهمه بزاف هو اننا في الاسلام كاين الظاهر والباطن. ملي كنفهموا هذا المبدا هذا بلا ما ندخلوا في التصوف ولا شي حاجه، الظاهر والباطن يعني ان في لا ديان تاع الاسلام كاينه الفكره بان سواد الشعب كاين شي حوايج ما غيفهمهمش، خصو يدير مجهود، خصو يدخل في العلم، خصو يتجاوز واحد المسافات باش يقدر يفهم شي حوايج اللي هما باطنيين اللي تيعطيوك تفسير على الكون، تفسير على ما هو الهي، تفسير عن الدين اكسيتيرا. دونك هنا الدين تيفرض عليك الريتم تاعو، يعني كاع الديانات تقريبا هما بحال هكا. دونك كنحاول نلعب بهذا المبدا هذا باش نكونوا قراب، حيت انا ما بغيتش ندير روايه كتهضر على الدين اكسيتيرا من وجهه نظر اوكسيدونتال، بغيت نديرها داخليه. وتنضحكوا على صحاب الوضوء، كنضحكوا اللي كيمشي كيصلي كيدخل بصنداله كيخرج بصباط كيتقدى تيوا اكسيتيرا. كنحاولوا ناخذوها هذيك كمستملحات ماشي نعيب على الناس. دونك ما نساوش بانها فيها بوكو ديمور، سان تيكست كي موردون، فيه بزاف تاع السخريه من الذات اولا. ديما كنوظف، انا اعطيت راسي اخيب شخصيه دايوغ، ياك انا ديما تنوظف الاسماء تاع الاخوه تاعي، يعني منير وحكيم سي هما الاخوه تاعي، كاين لطفي اكسيتيرا، ديما كنوظفهم ساكن محنهم معايا اي تو سا باسكو سا كري اوسي ان ايموسيون. دونك جاوبت ولا ما جاوبتش؟ ربما السؤال الموالي هو على الاسلوب، كنطرحوا بزاف ديال الاسئله على اسلوب السينمائيين لما كيمروا الروايه، وطبيعه الحال كاينه اشياء لا اراديه يعني كتخرج بشكل غير مفكر فيه، مثلا انك تستخدم بزاف يعني الصوره في الاسلوب ديالك. مثلا في الروايه كاينه واحد الشيء كيتكرر بزاف هو كنشوفوا مثلا الصمت على شكل صوره، نسيج الصمت يفرد نفسه بينهما، يعني هاد الاشياء هذه واش ربما ماشي في لو بروميير جي ولكن في لو دوزيام جي ولا تخواجيام جي فاش كترجع تراجع الروايه وتحاول انك تنقحها، واش ما كتقولش اودي فوالا هنا راه اسلوب مصور كان يقدر يكون حسن في السيناريو. انا مثلا لا اخفيكم اني فاش قريت اول مره لي فيليسوفاخ بالفرنسيه حسيت انها تصلح كفيلم دانيماسيون فريمون. هذاك المشهد ديال الملكين وسط لا دوش
شفتو او انيماسيون. يعني واش ما كانش عندك هذا الاحساس، يعني هذا النظره اللي كنلقيوها على واحد الشكل تعبيري من داخل شكل تعبيري اخر؟ كنفهم هذه القضيه، ولكن هذا غير باطل. علاش؟ حيت انا كاتب قبل ما نكون سينمائي، يعني على باس، يعني اول حاجه خرجت لي هي مسرحيه بالفرنسيه سميتها كريف كاغيف. ديما كندير اسماء، كنت كنصغر كندير اسماء معقده، وهي كانت ربحت جائزه الكتاب المغرب في 2004، يعني سنوات ضوئيه دازت على دونك. كنت ربحت اول مره كانوا عطاو جائزه الاتحاد الكتاب المغرب للشباب التكست بالفرنسيه، وكانت مسرحيه. دونك لا، انا بالنسبه لي مهم بزاف ما نمشوش مع الكتابه الاوتوماتيكيه ابار الا بغيناها، باسكو بعض المرات كنخرجوا مجازات ولا صور متداوله في صحفيه نسميوها جورناليستيك، يعني سي دي زوتوماتيزم تاع لو تيكست. كتقرا بزاف، كتقرا واحد النوع من الليتيراتور كتولي كتعودها، كنسميوها الكتابه العربيه تاع الاتحاد الاشتراكي اللي كنبغيو نعيروها. دونك الفكره بالنسبه ليا هو كيفاش اشاك فوا نوظفوا، حيت الصمت حتى في السينما ما كاينش الصمت، ما كنبغيوش نديرو في السينما، كنخافو نديرو في السينما، خصك تخلقو، حيت الصمت ما كاينش. مي في الكتاب كنحاول نكون في لا بروفوكاسيون ملي كتهضر على لو سيلونس وكتكتب عليا قد هكا، ولو ديالوغ غير صغيور ولو سيلونس كبير اكسيتيرا، كتخلقش اشكال، كتخلق واحد. هنا كنرجعو للموسيقى، انا جو كالكان اللي كنبغي بزاف جاز، لو جاز باسكو يا كالكو شوز كي دو لوردر دي باتمون دو كور ملي كنكونو كنجريو، كيطلع شويه كيهبط ملي كتوقف اكسيتيرا. دونك الحياه في اقصاها، دونك كنحاول ديما نخدم هذا، وكنتحدى نفسي بارابور، يعني حتى ملي كنعاود نقرا كنلقى راسي مشيت في شي اسلوب ولا شي حاجه اللي فهمتي سهيت فيها. دونك كنحاول ديما جو كونتراري، بحال اللي قلتي ما كنحاولش نلقى ديك الراحه في الكتابه، لان واحد اللحظه تولي كتكتب سهل. انا بالنسبه لي شو ان ريداكتور رابيد، دغيا تنكتب، يعني قلت لكم الكتاب كتبته في 10 ايام، مي سافا با دير كوم رجعتش ليه وخدمت عليه عام، سافا دير كوم جي بخي لو طون، لو جي الاول هذيك الانسبيراسيون الاولى ولا الوحي الاول مهم بزاف نسمعوا ليه ونكتبوه، ولكن ابخي خصنا نبداو نقطعوا، نحيدوا نقصوا اكسيتيرا. وبحال في السينما ملي كنجيو تنديروا فيلم، اللقطات اللي كانت في الاول كتبان لنا اهم اللقطات كنلقاو راسنا ما محتاجينهاش، ملي كنمونطيو الفيلم وكيبان لك الممثلين والصوره والكادر وسميتو، اغلبيه الوقت كنساكريفيو هذوك اللقطات اللي بعض المرات كندوزو فيهم يومين ثلاث ايام كتحيد، ولا فيها 120 واحد كتحيد، كيبقى بيرسوناج كلوز اب حتىش تمشي بعيد. دونك باش تبقى في القوه تاع السينما. دونك فوالا. ربما السؤال الموالي هو على المراجع او لي سيتاسيون، ومن السمات ديال الاسلوب ديالك سواء في السينما ولا في الادب، مي بيتيتر كيل باس ميو في السينما على الادب، مع انك انت يعني كتعمل مجهود كبير في تطريز هذوك المراجع اللي كدير باش يكونوا جزء من المتن ديال الروايه، سواء من ناحيه الشكل ولا من ناحيه المحتوى. وهذا شيء صعب جدا، لان تحاول انا التجربه ديالي ككاتب للنقد، فاش كندير غير انسيتاسيون هذه الاشياء الصعيبه خيطها مع لو تيكست اللي درتو قبل منها. دونك شنو دي كيفاش كيدير هشام باش كيخيط هذه المراجع كامله اللي كيديرها في النص ولا في الروايات ديالو؟ كيفاش كدير؟ سي لا ديجيستيون. نو جو بونس كو il faut la digérer. صح، نهضروا على لا ديجيستيون دون لو سونس il faut با ان فات. يا دي جون كي سون دي سيتاسيونيست، هما ما عندهم حتى شي فكره، كيبقى يسيتي لك بزاف، يعني كلك شوز دو سكولير ولا اكاديميك، اللي ماشي خايبه، يعني بزاف ضروري نكون عندنا ذاكرات، يعني ناس كيتفكروا. انا حتى اللي بغيت نقول لكم غير دي سيتاسيون تاع دي بويم اللي كيعجبوني، عندي جوج ولا ثلاثه اللي في راسي، الاخرين خصني نكتبهم، نجبد كتاب ولا ورقه ولا من التليفون باش تقرا. انا بالنسبه لي اهم القالب ولا لا غوز اللي كانت في لوسيفر، في مفعول الشيطان، هو انه سيتان ديالوغ ديالكتيك، هو حوار جدلي، يعني بين جوج المدارس، يعني ملي كنهضروا على مدرسه كنهضروا على حموله فكريه تاريخيه، وراهم كل واحد كيديفون سا بوزيسيون، يعني كنرجعوا الاريستوت لو ديالوغ، كنرجعوا لهذا الشيء اللي هو فلسفي، لا نيسونس تاع الحضاره من الحوار. وهذا هو العكس تاع اللي كنشوفوا دابا في التحجر اللي كنحسوا به، ما متفقش معايا كنكفرك،
ماشي كنتجاوب معاك وكتقول لي وتنقول لك نقدروا نساليو ما متفقينش، ولكن استافدوا منا بداك الحوار باسكو كل واحد. وهنايا حاولت نخدم بزاف على لو 20 سيكل، يعني من 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 لا دوزيام غير مونديال حتى لي زاني 60. دونك كنا خدمت بزاف على لي فيغور واحد واحد لا يعني ملي كنجيو تنهضروا على لا ريليجيون كاع لي ريليجيون تندخلوا غادي ندخلوا لا ديفين كوميدي، غندخلوا لشي حوايج اللي هما بديهيين خصنا نخيطوهم بواحد الطريقه كما قلتي باسكو التخيات زوينه هذه. دونك بور ما سي تري امبورطون يكون هذاك الشيء مخدوم باسكو ليدي ماشي نقولوا الفكره، خصنا نقولوا الفكره باش نثبتوا بها الفكره تاعنا بحال الحجه ولا الدليل، ماشي غير نقولها وصافي. شي واكين بزاف تاع الناس كيقول لك شي حاجه ماشي تاعو وصافي، ما كيعطيكش ان تفسير ولا تحليل ولا كيعكسها، تيقول لك هذا حتى لهاد اللحظه مزيانه ولكن ابخي ما بقاش كتقول. دونك حاولت نخدم هذا ولفت بانه هو حوار سهل هاد القضيه ولكن او ميم طون صعبها بزاف، لانه ولاو بزاف لي سيتاسيون. ولكن الحاجه اللي حاولت نخدم عليها هو لي سيتاسيون كل وحده من جايه، ما كاينش غير بحال قلتي ما تنخدموش غير على الدين، كنخدموا على الدين ومارغريت تاتشر وتمشيو للكوميكس وكنمشيو لماو تسي تونغ شحال قتل من بنادم اكسيتيرا او سكيفيك. تنهضروا على 20 سيكل كله من خلال ستاتستيك، كان بزاف خدمت بزاف على لي ستاتستيك تاع 20 سيكل، يعني الضحايا، يعني التحويل زعما ترحيل الناس، بزاف الافكار اللي هي ولا عندها معنى. كاين واحد سؤال سريع قبل ما نعطي الكلمه للقاعه من اجل اخذ الاسئله والتفاعل. الان الروايه خرجت اكثر من شهر، يعني لا شك ان بديتي كتلقى بعد ردود الفعل، وسجلتي اختلاف ردود الفعل على الروايه بالفرنسيه مقارنه بالنسخه بالعربيه. اللي هو زوين بزاف هو ان ما كانش فرق بزاف، يعني كنظن بان الروايه الفرنسيه كان عندها جمهور تاعها ولكن بالعربيه كتهضر مع جمهور اخر. انا عندي صحابي زعما دي زاكتور ولا دي زارتيست ما كيقراوش الفرنساوي، ما باغيش يقرا الفرنساوي. دونك اول مره عطيتهم كتاب تاعي بالعربيه وفرحوا به، زعما صلاح بن صلاح والطبقه. دونك سيتي امبورطون دو جو بونس كو رد الفعل ما خصناش نتسناو. انا بالنسبه لي ما عمري ما تندير حاجه وتنتسنى الناس يجاوبوني عليها، تنخلي الوقت يدوز. انا ما يعني كنحاول نتحرك بزاف، زعما شو اون تران دو تورني كنصور الفيلم الجديد تاعي، ما عنديش الوقت نجلس باش نتسند. زعما راه الكتاب تاعي جديد راه كملته وخدام على حاجه اخرى. دونك كنظن بان احسن حاجه اللي كطرا هو تتلاقى مع شخص في التران وكتعرفو ما تيعرفك وتجلس معاك وتهضر لك على تاعك. هادو هما اللقاءات اللي كنحبد انا باسكو سي اورغانيك، ماشي كتجلس حيت كتجلس واحد كتقول لي قول لي اش بان لك غيدير لك خاطرك ولا غيقصحك ولا شي حاجه. ما تنظن بان اون با بوزوا، علاش غادي تقدر تكون بريتونسيوز دو ما بار ولا شي حاجه. انا كنحاول ملي كندير شي خدمه كنقول فوالا النيفو اللي بغيت نوصل ليه بالنسبه ليا انا، يعني بارابور داكشي اللي درت قبل بارابور داكشي اللي غندير من بعد. وملي كنكملو كنكون مرتاح، ما تنحتاجش شي واحد يجي يفاليديني باش يقول لي هذا زوين وهذا خايب. كنخلي الوقت ناتورالمون اورغانيكمون يعني بيولوجيكمون الناس كيجيو عندك ولا تيعطيوك فكره زوينه ولا خيبه ولا كيقول لك لا هنا نزقلتيها وهنا قديتيها وعجبني هذه وما عجبتنيش هذه، وتنبقاو يعني كنبقاو كتولي بلو امبل، يعني ما كنحتاجوش نكبروها. سان ليفغ زعما ملي كنجيو حنا كشخوص في الحياه تاعنا كتقرا ان ليفغ ماشي كتوقف حياتك وغتمشي تهضر مع لوتور وتقول لي راه هذا ليفغ خايب زوين. ما عندناش الوقت وما عندناش الفرصه بعد مرات ندخلوا في هذا الشيء. هذا كنحاول نخليها بحال هكا زعما قليل حتى في العمل الروائي تاعي قليل فين كنتبعوا بزاف ابا هذا شقمني هذا الشاب هذا même temps parce que je trouve que le combat كتاب est très noble. انا جو سوي ان سولدات على لو كومبات على لو ليفر باش نعطيو حتى هو داك لو غلامور باش يكبروا به الناس باش الشباب. انا كيعجبني بزاف نشوف شباب جالسين كيتسنتوا لينا كنهضروا على الكتاب، مهمه بزاف باسكو هما اللي غيوليو لي سولدات تاع دوما، حيت الكتاب ما عمره ما غادي يتحيد، غيكون عنده جمهور كثير ولا قليل سيتو. دونك انا بالنسبه لي مهم بزاف نكتبوا كتاب لوحو كوم كايو دون لا مار. تقدر دير بزاف تاع لي زانو تقدر ما يدير والو يغرق، ولكن شي نهار غيجي شي واحد غيغطس وغيجبدو. يعني الكتاب كان انا بالنسبه لي احسن حاجه، كنفرح انا كنمشي نضرب غلف كنلقاهم كيبيعوا كتابي ب 3 دراهم.
باسكو سي ان اكومبليسمون دير لو سيكل دو في ما عمرو ما تيتقال الكتاب بعد مرات كتلقاه في شي دار كي بلوكيو به شي طابله ولا شي حاجه وكيجي شي واحد كيقراه مي سي امبورطون لوبجي ليفغ اي فونداتور اي تري امبورطون سمح لي هضرت بزاف فرنساوي مي شكرا هشام دونك كلمه للقاعه لاسئلتكم شكرا الاسئله ديالكم الملاحظات اقتراحات Oui, après, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour Hicham. Merci pour cette modération très, très riche. Alors, tu vas m'excuser, Hicham, je vais te tutoyer, parce que je te connais quand même. Mais je ne te connais pas. C'est pour ça que j'ai posé des questions. J'espère que le micro ne fera pas la même erreur avec les autres. Moi, j'ai l'impression qu'il découpe. Non ? Très bien. Alors, moi, je te connais. Je te connais aussi dans un certain quotidien humanitaire, solidaire, humble, comme tu es. Est-ce que, d'après quand on écoute ce que tu écris, parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de lire tes œuvres, j'ai regardé, par contre, tes œuvres télévisées ou filmées, et cette pas une contradiction, cette opposition dans ta vie quotidienne, donc c'est-à-dire comme tu dis, routine iliaumi, s'il est simple, est-ce que c'est exactement ça qui est vraiment le reflet de toutes ces actions au quotidien qui sont dans tes écrits, ou les écrits dépassent ta vie normale, ton quotidien le tranquille ou paisible, et c'est une révolution de l'esprit, de la pensée, surtout ce qu'on a vu dernièrement dans une série, une révolution de la citoyenneté, du civisme, et donc le lien entre Hicham dans sa vie normale et Hicham qui se reflète différemment dans ses écrits ou ses œuvres en général. Merci. Comme tu veux, hein. En tout cas, je comprends. Hein. C'est juste que je m'exprime mieux en... Je réponds en français ou en arabe, s'il te plaît. Bhal. Merci pour la question. Merci beaucoup. En fait, ce qui est intéressant, je pense que le drame, le maximum drame que peut vivre un auteur ou un artiste, c'est que sa vie soit plus intéressante que son œuvre. C'est ça le vrai drame, le vrai tragédie, c'est ça. Non, je pense que... Moi, dans ma vie, je suis pris par ce que je fais, c'est-à-dire j'ai l'angoisse de ne pas, de désœuvrement. J'arrive pas à ne rien faire, en fait. J'arrive même pas à peine à dormir et ça. C'est très important pour moi d'être toujours excité par une idée, pour aller faire un film, pour aller écrire un livre, pour faire une BD, pour faire du théâtre, pour apprendre à chanter, etc. Ça nous rend humble parce que tous les jours, on apprend. Et on réalise que le puits de le savoir, on ne va jamais l'atteindre. Ce n'est pas comme du pétrole, c'est inépuisable. Toute l'histoire de l'humanité est derrière nous pour nous pousser à être meilleurs. Mais les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'envie ou la paresse. Ils ont pris par la vie écrasée, la dépression qui guette, je ne sais pas, les attentes déçues, etc. Moi, j'essaie de m'extraire à cette gravité-là et d'être léger. Je pense que la qualité principale pour faire du cinéma, c'est d'être un enfant. Pas un adulte, c'est d'avoir toujours l'émerveillement de l'enfance. On est là, on regarde quelque chose et on met beaucoup, beaucoup de cœur à faire parler de personnages, de quelque chose pour des spectateurs qu'on ne connaît pas. Et il faut une vraie qualité. Et d'ailleurs, c'est très important de garder ça, un regard enfantin sur le monde. Moi, quand j'écris, derrière ma férocité, il n'y a que de la tendresse. Je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas en train de défendre quelque chose. Même quand je fais du civisme, c'est toujours un peu ironique. Ça part d'une compréhension du contexte. Et puis, on essaie de le... C'est-à-dire, on rigole de ça, parce que les gens vont être beaucoup plus sensibles quand on ne les attaque pas, quand on ne les agresse pas. Quand on agresse quelqu'un, il a tendance à rejeter ce qu'on lui propose, même si c'est pour son intérêt. Donc, j'essaie toujours d'être dans un rapport humaniste comme ça, sachant que je suis un peu, pas forcément le mec le plus sociable au monde, hein, je suis un mec un peu renfrogné, les gens pensent que je me prends pour qui, tout ça. Mais pour moi, c'est très important d'être au niveau de ses propres émotions. Pourquoi je vais me prendre la tête, me prendre au sérieux? Parce que tout ça n'est pas très sérieux en fin de compte. Et in fine, moi, ce qui m'intéresse, c'est que
mes enfants trouvent que j'ai écrit des petites choses sur eux quand, dans 10 ans, dans 15 ans. Ils sont jeunes maintenant, ils ont 8 ans, 7 ans. Plus tard, ils vont dire, ah, il a écrit sur nous. Et c'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on vit une époque de dématérialisation. Et je pense qu'il ne faut pas être contre le progrès, mais il ne faut pas rejeter ce qui marchait avant. J'aime beaucoup l'idée de prendre, encore aujourd'hui, hein, un Polaroid et le coller sur le frigo. C'est pas la même chose que de prendre une photo qui reste sur un téléphone. Ça vieillit pas, ça jaunit pas, ça tombe pas, c'est pas mordu par je sais pas quoi, etc. Cette vie-là est aussi importante, c'est-à-dire sentir que le temps qui passe, il est là aussi, il laisse des traces, et le temps est un artiste aussi. Donc on est en train de toucher un petit peu la limite de la dématérialisation. On allège tout, mais finalement, pour faire quoi ? On a moins d'étagères pour poser des livres et des films parce qu'on a tout ça en PDF et en fichier. Mais ok, mais c'était aussi décoratif d'avoir des VHS ou un DVD ou des livres. Voilà, c'est des petites choses qui sont importantes. أنا أولا سعيد بالتواجد ديالي في هذه الأمسية الشيقة ومناقشة ديال الكتاب ديال مفعول الشيطان طرف سي هشام العشري الذي يظهر أنه متمكن، لكن لي بعض الملاحظات البسيطة جدا، لأنني أنا رجل قانون قبل أن أكون رجل أداب، لكنني أهتم. أنا كتبت العديد من المؤلفات والتي تمس الجانب الإسلامي دون أن أكون مضاداً مع البيجيدي. عنوان الكتاب حد ذاته اللي احنا كنناقشوا اليوم هو مفعول الشيطان. الوقت اللي كتقول المفعول هو اللي في درتي واحد الدواء دار المفعول دياله، معنى أنه أثر فيك، بينما الشيطان هو غواية يغوي، وذاك التقبل ديالك إما كيمشي ويصير مفعولاً. وهنا يمكن أن نطبق هذا العنوان بهذه القوة وبهذه الجرأة، لأنه مناقشة المسائل الدينية خصوصا حين يتعلق الأمر بكتاب مترجم ويتحدث فيه عن الشيطان، وهناك تمييز ما بين الشيطان وإبليس. إبليس اللي كيهتم به لأنه شوف الناس في إطار واحد صوفية معينة أنهم نعتوا الإنسان أن الإنسان هو الشيطان. شيطان لا وجود له، شيطان الذي يغويه هو الإنسان. يتحدث نصف المواصفات اللي جت على الشيطان هي الإنسان. هذا من جهة. من جهة أخرى تطرقتم إلى الجانب الروحي، تحدثتم عن الروح، وهذا الروح علمها عند ربي. مع مرين كنا نقولوا على أننا كنعرفوا فيها ولو نبرة بسيطة ولو درة أننا فهمنا ما هو الروح، وإلا كنا يبدأ الإنسان يخلق هذه خلاقة هذه يعمل. نقطة الثالثة باش غادي نسالي ونطرح السؤال ديالي، هو أن للحديث على الشيطان بالخصوص لابد أن تكون هناك دراية بالقرآن ودراسة القرآن، ماشي الدراسة لفهم الآيات بصورة مختصرة مقتضبة. أن يكون الإنسان ملما باللغة أولا، أن يكون مهما بالنحو، أن يكون مهتما بالبلاغة، أن يكون مهتما بكل الظروف التي تعطي لهذا الشخص ليتحدث عن الشيطان، أن يكون قد أصبح ملما بكل معنى الكلمة. اليوم تحدثت كذلك عن الملائكة هذه اليمين وهذه الشمال والخراجية معطلة لأنه خسر الآيباد. اليوم سهولة ما أي حاجة نبغيها غادي ناخذ التليفون ديالي ونبرك ونقول ما هو الشيطان، ما هي مفعول الشيطان، ما هو كذا وما هو كذا، ونكون سهلت المهمة. لكن حين يكون هناك حوار ومناقشات في النمو اللي هو الآن ديال الكتب، وحنا نجالس شابا يعني مخرجا سينمائيا وكاتبا ومترجما، لا بد أن نخرج عن وحنا عندنا قناعة. ما خصنيش نخرج ونقول شي جامل عشري باختصار لك السؤال ديالي، هو ملم بما يقول ولكني خلى واحد الخصاص. هل ترى في إطار لأنه أنت تحدثت على هذه القضية وترجمتي أن هناك مفعول للشيطان، لأنه الرواية سميتها مفعول الشيطان، ما هو مفعول الشيطان؟ ما شكرا.
شكرا بزاف على هذا التدخل. تا انا جو سوي جوريست دو فورماسيون، تا انا قاري القانون، دونك نهضروا على القانون. نو جو بونس ما خصناش ناخذوا او بروميير دوغري كلشي هادشي اللي قلنا. ما كنهضروش على الشيطان ك من خلال وجهه نظر دينيه، تنهضروا عليكم ميتافور، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، مفعول الشيطان ماشي انا اللي اخترعتها، يعني لي فيليسيفير هي تجربه دارها ستانفورد في السبعينات، والاساس تاع هذه التجربه تاع واحد الكاتب، واحد ساينتيفيك سميتو زيمباردو. مات. سمع مفعول الشيطان ويموت. والتجربه اشنايا، دو طلاب اقسمهم على جوج، داروا وحدين داروهم سجناء وحدين لي ماتون، زعما اللي حاضنهم، وبقاو كيزيدوا هادو ماتون يعني اللي حاضنهم، ولاو تيعطيوهم مهمات، ضربوهم ديروا لهم تريسينتي اكسيتيرا باش يعرفوا اكل بوين. هذا هو اللي في اللي كتعطي واحد الامكانيه بانه يدير الشر كيديروا. وفي الاخر يعني هادشي اللي عشنا حنا، وصلنا غودوين. غودوين هو ملي كندور نهضروا على النازيين، لو بوين غودوين، هادشي النازيين ملي سالت الحرب العالميه الثانيه كلشي نكر، قالوا لنا ديروا درنا. هذا هو مفعول الشيطان، غير باش نرجعوا للتجربه لا ريفيرونس تاع لو تيتري تو سا. دونك هذا ابري تنظن بانني حاولت قدر المستطاع ندير بحوث، نتعمق في داكشي اللي كنكتب، حيت ما جاش من فراغ، ماشي مفروض عليا اولا نفهم الناس اللي قراو. قال لك صحيح نسبيا الى حد ما، ابخي العلم لله. حاولت، انا ماشي فقيه، انا كنكتب على المتخيل، يعني عندي الحق نتخيل اللي بغيت. الا كتبتو مقاد، كتبتو مزيان باسلوب زوين غيعجب الناس، صافي سا مي سوفي. زعما انا سا سابيل لو ليريزم، يا اوسي داك لا ديمونسيون بويتيك، سادير لو كيفاش لا بويزي دو لا كرياسيون كتخلينا نكتبوا اللي بغينا ابارتيغ من خلال اللحظه اللي الناس كيمشيو معاه، يمشيو في المتخيل. لا سيسبونسيون هذه واكس كالك شوز اللي مزيان، مهمه بزاف في السينما. كنامنوا بان كاينين ديناصورات في هذا الوقت، كنامنوا بان كاين لي زيكسترا تيريس كيهجموا علينا، وكنتفرجوا فيلم كنقولوا عجبنا ولا ما عجبناش. الافا دونك انا حاولت، يعني اللي قلت زعما حاولت بكل بساطه وزعامه واللي بغينا نكتبوا قصه اللي كتهضر علينا دابا، وكناخذوا الواقع تاعنا وكنحاولوا نحولوه، نعطيه واحد وجهه. بالنسبه ليا الملائكه هما سيت اون ميتافور، الشيطان سيت اون ميتافور، وهذا الشيطان ما كاينش، هي سيت اون سيتاسيون كنعرفوا انا وياك غنكونوا تاع يوجوال ساسبكت. قال لك لو بلو غرو كو كو لو ديابل ا في سي دو سيبوزي كي نيكزيست با، واش إل إكزيست إل إكزيست با، دونك حاجة أخرى. دونك بالنسبة لنا كنظن بأن الفكرة ماشي نقولوا كاين الشيطان ما كاينش الشيطان. أنا عندي أوسي واحد وجهة نظر تاع لي كاتاغ، ما عرفتش واش كتعرف لي كاتاغ، مي لي كاتاغ هي سيت أون غوليجيون اللي كانت مخرجينها من المسيحية، وكانوا معتبرينهم خارجين عن الدين، كسابيل لي غيزي كاتاغ. ولي غيزي كاتاغ كانوا كيقولوا بأن لو ديابل ساتانايل هو الوحيد اللي فهم أش غيطرى من بعد، لأنه رفض يركع الانسان لانه عرفه غيتعذب، وهذا هو المعتقد تاعهم. دونك نتفقوا معاه ما نتفقوش مع حاجه اخرى، ولكن هذا هو غير باش نقولوا بان كل واحد عنده تصور ومعتقد، ما نقدروش ندخلوا فيه ونفرضوه عليه. داكشي علاش رجعنا للبي جي دي، ورجعنا انا ما تنخافش تكون عندي شجاعه ادبيه كشري لي صداع، الوالده كتدعي عليا كتقول لي ما تبقاش تعير مع حتى واحد، مالك عليها، باسكو واحد اللحظه خصنا نوقفوا نهضروا على داكشي اللي كينفعنا ولا كيضرنا. ما نقبلوش باننا نحنيو الراس، لان ملي كنجيو تنشوفوا التاريخ صعيب بزاف على الناس اللي قبلوا، يعني ليستوار نو روتيان كو لي ريزيستون، نو روتيان با لي كولابوراتور. لي كولابوراتور واخا تيقلبوا وجههم اكسيتيرا، مهمه بزاف تكون ان ريزيستونس سين فريكسيون، سافادير كو هذاك اللي كيخربق كيحس بك مزير معاه، كيجمع راسو شي شويه. حنا كمجتمع ما نقدروش نهضروا على لو سيفيزم الا ما كناش حنا قابلين نموتوا على شي فكره، ولا اون تو كان ساكريفيو غير شويه لو سوماي، ولا نديروا اني فور ولا شي حاجه. دونك انا بالنسبه ليا انا ماشي مناضل، انا ما عنديش فكره تاع بانني مناضل، ولكن تنظن بان الافكار كتقدر تبدل العالم. هذا ايمان طفولي من عندي، ولكن الله هذا الشيء اللي عطى الله. شكرا بزاف هشام.
ديال حديث الكتاب عن الروايات للاسف السي علي قال لي تعطلنا بزاف ديجا ونا ديبوردي على لو طون ما عرفتش واش باقي عندنا ناخذ سؤال اخر يلا واخا اخر سؤال سي هشام تحياتي لكم الو انا سؤالي خفيف و... خفيف وظريف ميرسي Je peux. تفضل. سؤالي كما قلت خفيف هو أنه الفنان ابن بيئته أين تتجلى بيئة سي هشام في هذه القصة؟ تو سامبلو. جاتك الموت يا تارك الصلاة. دونك نو أنا بالنسبة ليا كنحاول نخدم بزاف باش نكون في المتخيل فريمون في ليماجينير. ولكن ليماجينير ديما خصو يكون عنده جذور في الواقع تنهضر على كازابلانكا تنهضر على شخص تلاقيت معاهم بعض المرات على اماكن شفتهم ولكن ماشي هي قصه بيوغرافيك ولا اوتوبيوغرافيك كنحاول نبعد على هذه باسكو تنظن بان كاين واحد التبسيط تنظن بان ملي تنجيو تنشوفوا بعض المرات في الادب تاعنا كاين وقيله بزاف تاع الواقعيه كتعري الواقع ولكن ما كتعطيش شي دواء تنظر بان في المتخيل كنقدروا ندفعوا الناس وراء زعما اون دور دو الواقع اون دور دو لا رياليتي ولكن باش يفهموا شويه الواقع الا فهمنا الواقع نقدروا نداويوه شي شويه دونك فوالا ميرسي تبارك الله عليكم اذا قبل ما نختموا والاستماع الى حديث الكتاب عن الروايات لو كان المتحدث بارعا بحال هشام لا يعوض قراءه الروايات اذا قراوا الروايه اش من ستون كاينه في معرض ما عرفتي هذه ديجا صافي هو كاين موجود شكرا لكم واسمكم كنشكر هشام العسري على الحضور ديالو شكرا